تتحدثون منذ أحداث الاستفتاء عن مظالم عدة، ما خطتكم لإعادة إثبات وجود حزبكم في انتخابات كركوك؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زالت متواجدة في كركوك، وحتى في الفترة الأخيرة التي كانت لمدة 6 سنوات كركوك تتخلى من عدم وجود مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن جماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني متواجدين في كركوك، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 2021 رأينا بأن المرشح عن حزب الديمقراطي الكردستاني حصل على على نسبة كبيرة أو مرتبة أولى في محافظة كركوك، والثالث أو الرابع على مستوى العراق. فهذا يدل بأن علاقة جماهير كركوك مع حزب الديمقراطي الكردستاني علاقة روحية، ونحن كحزب الديمقراطي الكردستاني نسعى في حصول على مقاعد، على أكثرية المقاعد المجلس المحافظة، كي نستطيع أن نقدم خدمة. شكرا دكتور محمد، انتهى الوقت.